يقول أحسن الله إليكم، بعض الناس يتساهلون في صلاة الفجر فلا يصليها في وقتها، وإنما يصلونها عندما يصحون إلى دوامهم أو إلى أعمالهم، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ لا تصح صلاتهم ولا تقبل، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه ولا تصح، لأن من شروطها أداؤها في الوقت. فإذا ترك الشرط، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا من غير ضرورة وهو يقدر عليه فإنها لا تصح صلاة. نعم.